Start by thanking His Excellency President Sisi for inviting me to come to this beautiful country of Egypt. It is a pleasure to be here, and it has been a very fruitful discussion between the two of us and between the two مثمرة بيننا وبين الوفدين. وكما يعلم الجميع فنحن نتقابل في وقت عصيب يواجه في العالم العديد من التحديات، ولكننا نتبحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر. وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا. والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، كما أننا كذلك الحوار كان مثمر فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم. أود أولا أن أهنئ مصر على الاستضافة الناجحة لقمة كوب 27، وأود أن أشكر السيد الرئيس على مشاركته الشخصية في مسألة تغير المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء. هذا كان دورا قوي وضروري بالنسبة لنا الجميع. الهجرة هي من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها، وأنتم كبلد شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، ويسعدني التعاون القوي بين مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وكذلك إدارتها للاجئين هنا كذلك، ونعزز الشراكة حينما يتعلق الأمر بتهريب البشر، وهذا مجال مهم كذلك. وقد ناقشنا أيضا الوضع السياسي الحالي وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، فنحن نعلم أن العديد من الأشخاص في أفريقيا ومصر يسددون ثمن هذه الحرب نتيجة لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. نحن نعلم أنها مهمة صعبة وسنعمل عن كثب عليها، وأشعر بالامتنان أن مصر قد اتخذت التزاما مهما فيما يخص قرار الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا. على مدار سنوات قد زاد حجم التعاون فيما بيننا فيما يخص التجارة والتحول إلى الطاقة النظيفة. أنتم بلد قوي في مجالات عديدة، وأعتقد أن مصر لها القيادة فيما يخص قضية تغير المناخ ليس فقط بالنسبة للمنطقة ولكن العالم أجمع. لذلك فإننا أشكركم شكرا شخصي للقيام بهذا الدور، وأعتقد أننا قد عملنا على مدى التعاون الطاقة فيما بيننا في المستقبل، ويمكن أن نكفل التركيز على الطاقة المتجددة معنا، وبالطبع على الطاقة الهيدروجين الأخضر في ما بين بلدينا. وأأمل أن هذا التعاون بين البلدان في المنطقة الشمالية من أفريقيا ومع بعض البلدان الصغرى في الاتحاد الأوروبي قد تكون مصدر إلهام لبلدان أخرى لبناء شراكات قوية، وأن قارتين أفريقيا وأوروبا عليهما أن يعملا ويتعاونا معا. لا يمكن أن نحل أي من مشكلاتنا إلا من خلال شراكات قوية بين
القارتين، وهكذا يمكن أن نجد بعض الحلول المستدامة لشعوبنا. وهذا ما تدور حوله السياسة، وهو أن نخلق مستقبلا أفضل. أشكركم جزيلا على دعوتي، وأشكركم على المناقشات المباشرة والصريحة فيما بيننا، وأشكركم كذلك على قيادتكم ودوركم الرائد في المنطقة. نحن نتقاسم تاريخا طويلا من الشراكة والتعاون والصداقة، وفي هذه الزيارة يسعدني القول أن العلاقة قد أصبحت أكثر قوة، وأشكر سيادتكم مرة أخرى.